المعالجة النفسية غادة سلامي موجودة معنا لتحكينا اليوم عن تداعيات نوم الطفل بسرير الأهل. أهلا وسهلا فيك غادة، وطلع معنا هالموضوع لأنه اليوم يعني بظل الظروف اللي عم نمرق فيها، الخوف، الأنكزايتي، الستريس اللي عم يمرق فيه الأولاد، أصوات الأزايف يلي ما عم نخلص منها، الأولاد عم بخافوا. يعني بطلنا اليوم محصورين بقصة الطفل البيبي، صارت لعمر أكبر أيضا. رح نجرب هيك نعالج هالموضوع أنا وياكي. إذا بدنا نحكي أساسا عن فكرة النوم بسرير الأهل، يعني هي فكرة النوم بسرير الأهل بتعرف أنه هي مرفوضة، لأنه الولد بس يخلق هو لازم يكون عنده تخته لحاله، يعني هو بدنا نعتبره انديفيدو، يعني خلص صار شخص معنا، شخص ثالث معنا. بده يكون عنده تخته لحاله، بده يكون عنده خصوصيته، بده يكون عنده الإسباس تبعه. وتخت الأهل هو يعتبر تخت الأهل، تخت اللي بالعكس تخت الكوبل، يعني تخت هون الكوبل. يعني نحن لازم نساعد هالأم لهي ترجع للرغبة تبعها، ترجع لحياتها الجنسية، ترجع لحياتها الاعتيادية اللي كانت ما قبل. فهالطاقة اللي بتكون بين هالكوبل بهيدي الأوضة غير، يعني منها هيدي الطاقة هي لهيدا الولد. ونحن وقت اللي أنا بعتبر هيك وهيدا الولد بعتبره ولد، أكيد نحن بحاجة أول شيء لهالاهتمام كور أكور مع الولد. بس هو شوي شوي نحن يعني هالولد ظهر من هالعالم بيت الرحم، هلأ نحن بدنا نعوده على هالعالم، عالم داخل العالم الخارجي، بدنا نعوده خلص. يعني هيديك السيكوريتي اللي كان حاسسها ببيت الرحم، هلأ في سيكوريتي بس بدها تكون ديفرنت، واللي هي بدها تكون بالشالور، كيف بتحمله امه، بالتندريس، بالكلمات. بدنا هلا تبلش يعني تستدخله حضن كلمات الأم. حضن من بطن الأم الى حضن الأم، والأب ايضا اكيد. ونحن ما بهيدي القصه انه بنحط الولد بالاوضه، نحن عم ننسى البي. فبقى البي كتير مهم، ونحن ما لازم ننسى هاي الشغلة انه لا، هاي الأوضة بتضل هي غرفة الام والبي، غرفة الكوب. ونحن الولد لازم ما نرقيها القد، يعني لازم كل واحد يقعد بمحله. بتعرفي فرويد بيقول انه اذا كل حدا بالعيلة قعد محله ما بصير في عنا تروب. عشان هيك بتشوفي وقت بتشوفي ولاد في عندهم تروب كمان، دولتو قالت بتقول انه لانه هيدا الولد منه قاعد محله. معناتها دائما يعني برجع لدائما للمعلومات اللي بتعطونا اياها غاده، بتقولوا لابون ديسانس، هالمسافه الصحيه الجيده. على كل حال هيدي المسافه الصحيه المفروض تكون بين كل الناس، لانه كل شخص عنده بتحسي هالباوندريز حواليه، او يمكن اورا بدنا نسميها، يمكن نسميها حدود شو ما كانت تكون، بس عنده هالسيركل تبعه يلي ما مفروض حدا يخرقه، ولا اذا كان زوج، ولا اذا كان ولد، ولا اذا كان شو ما كان يكون. صح، ما انا وقت اللي انا بحترم خصوصيه الولد وبامن له خصوصيه، هو رح يطلع على المجتمع رح يحترم خصوصيته، ما رح يخلي حدا عشوائي معه. حلو، يعني هون هو رح يعرف انه ما حدا بيقدر يتخطى الحدود معه. بكون انا من هو وصغير انا عم بشتغل على هيدي الشغله بهالطريقه، بشوي انا استبعاده عني شوي شوي بطريقه كثير في حنيه طبعا، وشوي شوي لطيفه بطريقه سموث، سموث. ما تكون اجريسيف، ما تكون سريعه. هيدا اللي رح نحكي عنه بعد شوي. ولكن المقنع كثير يلي تفضلتي وقلتيه غاده هو انه هالغرفه ما ننسى، لانه ما ننسى انه نحن ثنائي. يعني لو ما كان هالثنائي فيه حب، فيه علاقة عاطفية، فيه علاقة جنسية، ما كان خلق هالولد وهيدا يلي بينتسى كتير يعني مع الأهل. خصوصي لما بيصير فيه طفل جديد ومع الأم، وهون بيصير فيه مشاكل على كل حال بين الأم والأب. الأب كتير بيتضرر من هالموضوع. ليه هون الأب بتحسي يعني أنه البي بينزعج أكتر من الأم وكأنه؟ لأنه الأم هي هالولد كان بداخلها. يعني ما تنسي أنه صارت هالسيباراسيون، هالسيباراسيون هي منا هينه على الاثنين. عشان هيك نحن بنشتغل كلينيك ما بنشتغل كثير مع الامات على طول. وقت بيكون في اولاد عم بتصرخ، يعني مثلا بتقلك ما عم بينام معي، كل الليل عم بصرخ، بيوعى كل ساعتين، نحن بنشتغل مع الام، لانه هالسيباراسيون في تداعيات على الاثنين. يعني هالانفصال
بيكون شوي يعني ومنا هينه انه الواحد عم ينشل بارت منك يبطل يمتلك، بس نحن بدنا نعرف انه هيدا الولد بطل قطعه مني، هو صار فرد لحاله يعني، وانا كل ما بعطيه هيدي الشغله كل ما انا بالعكس عم كبره وعم دخله على المجتمع، لانه نحن بحاجه نعمل اولاد مستقلين ليفيدوا المجتمع لتطور المجتمع ليعملوا بلد حر ومستقل يا غادة نوصلنا وهي نعم. بتبلش من هون بفتكر يعني نحن يمكن كمان تربينا بلبنان هلا عم نفتح بارانتيز انه يكون بلدنا غير مستقل معلق دائما بحدا معلق دائما بهال يمكن صوره اهل عم بيهتموا فيه صوره انتداب عم يهتم فيه صوره بلد تاني عم بيكون عم يحكموا غريب هالشغله كثير حلو يلي عم تقوليه لانه عن جد بينوصل باليوم مشان هيك نحن كثير مهم انه نحن ككوبل رانيا ما فينا ما نشتغل على الاستوار تبعنا، ليه؟ انا اذا اشتغلت على الاستوار تبعي انا ما راح انقل لابني اشياء غير جيده، انا اذا ما اشتغلت على الاستوار تبعي اذا انا عندي مخاوف من النوم لحالي راح انا انقل هيدا الشيء لابني ورح انا فوته بمشاكل، يعني بتشوف كثير اهل بتقلك لا لا بخاف بخاف ينام لحاله بتستعمل كلمه بخاف يموت. هيدا 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 هو الموضوع يمكن هيدا بيت القصيده اليوم، لانه نحن عم نحكي نظريا قد ايه مهم انه يكون الولد لحاله، بدنا نحكي عمليا عملنا هينه للحقيقه غاده على ام يكون عندها بيبي. خليني اخذ وقفه كثير صغيره طبعاً. ومن بعدها منتابع مع موضوعنا. منتابع حديثنا مع المعالجة النفسية غادة سلامة. موضوعنا لليوم هو وجود الطفل بسرير الأهل. حكينا شوي عن أنه مش هقول مساوئ ولكن أنه هيدي الفكرة أساساً نظرياً غير جيدة لأنه عم تفصل ثنائي عن بعضه وعم بتحول هالثنائي من كوبل عنده علاقة عاطفية وجنسية إلى شخصين عم بيكونوا بس مسؤولين نانيز يعني عم يصيروا هالام والاب هن بس مربيين يعني وهيدي الفكره سيئه. قبل ما نحكي عن الحلول غادة تداعياته هالموضوع على الطفل كمان لانه حكينا عن تداعيات على الاهل شوي يعني مكتير. وقت اللي بيكون في ضخ مشاعر هالقد يعني اللي بيكونوا اثنين كبار نايمين مع بعضهم بيكون في ضخ مشاعر يعني في احاسيس هي الاحاسيس الولد هو بيشعر فيها، فبقى هون نحن بيكون هيدي على حساب احاسيسه يلي هو كيف لازم هو يعيشها وكيف لازم يشعر فيها، عرفتي كيف؟ هون بصير في طاقه اكثر منه، عشان هيك نحن بنشوف مثلا بنقول هيدا بصير الاولاد ثاني يوم عندهم تروب، ليه؟ لانه في طاقه اكثر منهم ما عم بيعرفوا يصرفوها، بنشوف اولاد عندهم مثلا ADHD منشوف اولاد فاتوا بالانوركسي. رانيا في شغله بدي اقول لك اياها، نحن بعلم النفس بالتحليل النفسي انا ما فيني اجي اقول لك ليكي هيدا ميكروب حطه مثلا تحت الميكروسكوب اقول لك ليكي هيدا ميكروب فيه دانجي، انا اللي فيني اقول لك اكيد في تيوري وفي نحن عياديا شو منشوف شو منسمع. نحن وقت لحدا بيقول لك انا على 12 سنه تركت تخت مثلا اهلي، انا على 12 سنه حسيت باحاسيس كنت نايم حد امي وحسيت باحاسيس، هل قد بيضلوا؟ في ولاد ايه اكثر طبعا، في ولاد بضلوا عياديا بس هيدي اشياء اكسبشنال يعني هيدي اشياء اكيد عشان هيك نحن بس اجمالا اول سنتين يعني كثير بيكون موجود الولد بتختها. اول 40 نهار من زيرو لثلاث اربع سنين الولد بصير عندنا فكره انه كثير هين على الام طبعا انه تحط الولد حدا لتقوم هي ترضعه بالليل لكرمال اهون عليها، بس نحن بعد هالفتره هيدا الولد لازم هو نحن بعد 40 يوم لازم تنقله على اوضته. كيف بدها تسترجع حياتها الجنسيه اذا ما نقلته بعد 40 يوم على اوضته؟ بس الخوف شو بنعمل فيه؟ اليوم حكيت عن الخوف الصبح اليوم نحن بنحكي عن الخوف، نحن هون بنشوف هن الاهل ليش نحن بنقول كل حدا لازم يشتغل على حاله، يشتغل على الاستوار تبعه، لانه انا ما ضروري الانسكيورتي اللي عشتها انه ابني يكون عنده اياها. يعني هلا كنت عم اقول انه الخوف منه عندي. حقيقي يعني منه حقيقي اوقات بيطلع من خيالنا من ذكرياتنا من ماضينا ايه
ايام ايام في اولاد بيصيروا يبكوا، ايام في بيبي بيصيروا يبكوا كثير وبتلفنوا لنا وليه عم يبكي ابني. بنطلع بنشوف انه الام عاشت هالجروساس كان في ستريس، الولاده كان فيها ستريس، خلي الولد يبكي معليه، ما هو عايش هالستريس معك. كيف نحن بس نبكي منرتاح، منترك مجال لهالولد يبكي ومنساعده. فبقى ما لازم نعتبر انه هيدا هالبكي انه عطول شيء مضر، بالعكس انا بكون عم بريحه لهالولد عطول، لانه بس نشوف انه بيبي شو صار ليه هالقد عم يبكي، بنشوف كان في انكزايتي قبل الولاده وما بعد الولاده، بتعرفي يعني، وبنعرف انه المره بتعمل كريز يعني بيبي بلوز، وهيدا ستري نورمال. خلينا كمان نوضح انه هيدا كثير نورمال، كيف في الكريز ادوليسانس، في كريز كمان اسمها هي ماتريسانس، يعني كيف الادوليسانس بغيره منه شيء كل الامات ممكن يقطعوا فيها، وسي تري نورمال لانه بصير في تغييرات كثير هرمونال. نعم أوكي. بس مش معناتها غاده كمان انه نترك هالولد كل الليل ما نطلع عليه، يعني شو هون الطريقه اذا بدك. وكمان كنا عم نحكي شوي هلأ انا فيها المونيتور وفيها عرفت يعني، حتى لو الغرفه بعيده، حتى ما انا بعدين كثير ايام بكون اهل بقول لهم وين غرفه هالولد، بتكون اوضه الاهل هون ملزقه فيها، اوضه الولد هون، يعني هي ذاتها، يعني هي ذاتها. نحن حياتنا هي سلسله سيباراسيون، وانا بدي ساعده انفصالات انفصالات هيدا الولد. اذا في شيء نحن اينا الشوفي، نحن مرحله ما قطعناها بحياتنا بدنا نرجع نعمل نرجع ريغريسيون عليها. فبقى انا بحاجه، لانه وقت اللي بصير في عنا ضغوطات نفسيه بدي ارجع اعمل ريغريسيون عليها. غادة عنا اقل من دقيقه بس سريعا، بهالاوقات الخوف شو الحل؟ بهلا بهالاوقات الخوف نحن الحل هو الكلام، نحن بدنا نحكي مع الولد وقد ايه انا بهيدا الوضع اللي عم نقطع فيه، قد ايه انا رح كون حده، وقد ايه انا موجوده، وقد ايه. ونحن كمان بدنا نشوف هلا انه بيجوا بيقولوا لك بدنا ننام حدك بالليل، لا بنضل نحاول بالكلام، برجع برد الولد على اوضته. بواب افضل تضل مفتوحه صح؟ بواب الاوض يضل البواب الاوض مفتوحه، اذا شيء فيوز محطوطه بنكون مأمنين انه الولد هو اكل شرب كل شيء معمل له. وبضل انا بفوت البارول وبليز نخفف شوي التي في، نخفف لانه كثير عم بيكون في، لانه الولد دغري بيرجع لعادات سيئه حقيقه. بنعمل ريغريسيون. أيوة. بنعمل ريغريسيون، نحن بننطر اقل شغله اقل هيك جليسمون حتى كرمال نحن نرجع نعمل هيدا الريغريسيون. وقت بصير في ضغوطات نفسيه، نعم، وقت بصير فيها الضغوطات النفسيه بفوش عنا شيء اللي نحن ما معناتها هيدا منه. موضوعنا الثاني مفروض يكون بالضغوطات النفسيه شو اللي بيرجع بيطلع من حياتنا والضغوطات والموضوع. نعم. الثاني اللي لازم ينحكى فيه هو انه لازم نعرف انه الولد فيه سيكسواليتي انفانتيل، ما فينا نحن ننكر هالشغله، عشان هيك مهم انه هو ما يكون بقلب تخت أهله. بيكون هو عم بعيش وهو عم بيطور. نعم. حاله أشياء نحن عم نعطيها ما مفروض يخدها. غادة سلامي معالجة نفسية، شكرا كثير لك، وقفة ومن نرجع.